عنوان ورقتي: النخبة الفلسطينية وتحولاتها في مرحلة أوسلو وما بعده، البنية والدور والتحديات. تتناول الورقة النخبة الفلسطينية في مرحلة أوسلو وما بعده، وتسلط الضوء على مفهومها وتكشف عن بنيتها ومكوناتها وخصائصها ودورها في إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني ومكانها في الصراع مع الاحتلال، وترصد تحولاتها وجملة العوامل التي أثرتها والتي عايشتها خلال العقود الثلاثة الماضية، وموقفها من القضايا المختلفة وأبرز ما واجهته من تحديات. تناقش الورقة فرضية رئيسية فلسطينية، خصوصا نخبة منظمة والسلطة الفلسطينية تماهت إلى حد كبير مع متطلبات مع تماهت إلى حد كبير مع متطلبات الحل السياسي وفق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية، مما انعكس سلبا على القضية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني. ونخبة المقاومة التي صعدت بعد أوسلو تشبثت مواقفها المعارضة للتسوية وسياسات السلطة، وصمدت في ميدان المواجهة المسلحة مع الاحتلال، إلا أنها بقيت غير قادرة على استثمار قوتها الميدانية سياسيا، سواء داخل النظام السياسي الفلسطيني أو في مواجهة الاحتلال. تعالج الورقة ثلاثة عناوين أساسية، وهي مفهوم النخبة وخصوصية النخبة الفلسطينية وتحولات بنية في أوسلو وما بعده. نبدأ بالعنوان الأول، مفهوم النخبة. استعرضت الورقة جملة من التعريفات لمفهوم النخبة، ويمكن القول بأن المفهوم مرتبط بفئة من المجتمع تهيمن على حقول الحياة المختلفة، وتتواجد في مواقع صنع القرار، وتتحكم بالموارد، وتشكل السياسات، وتقود النشاطات، وتتخذ القرارات، تمارس نفوذا على عملية اتخاذ القرارات، وتمتلك أدوات السيطرة، وتكون السلطة الحقيقية في الدولة والمجتمع. سواء كانت هذه النخبة تتمتع بمستوى أعلى من العلم والخبرة العملية عما تتمتع به غالبية العامة، أو أن قوتها نابعة من قوة الدور والمؤسسة التي تعمل فيها. ووضعت الورقة بعض الخصائص والمميزات للنخبة بشكل عام، فهي كتلة غير متجانسة، بل تنبثق عن فئات المجتمع المختلفة وتعكس خصائصها، وتتنوع علاقات أفرادها ببعضهم البعض، فقد تكون علاقة ائتلافية أو تصارعية أو تفاوضية، وقد تلجأ لاستخدام النفوذ في سبيل إدامة سيطرتها، فتسعى لتوليد قاعدة سياسية لها بأساليب ووسائط متعددة قانونية وغير قانونية، مثل التنظيم السياسي والمال والعشيرة، وتنال الشرعية من خلال قبول غالبية المجتمع لها استنادا إلى القانون أو الدين أو التقاليد أو قواعد التنظيم البيروقراطي أو الحزبي أو قيم ثورية ما. هذا بالنسبة لمفهوم النخبة. أما خصوصية النخبة الفلسطينية وهو العنوان الثاني، فالحقيقة هناك عدة خصائص امتازت بها النخبة الفلسطينية. منها أولا أنه لم تحظى النخبة الفلسطينية بالدراسة الكافية الحقيقة، وامتازت أدبياتها بالقلة، وافتقرت إلى المراجع المعترف بها وغير الخلافية. ومنها أيضا من المميزات أنه دراسة النخبة أصلا في العلوم الإنسانية قاصرة عن تقديم تصور شامل عن النخبة الفلسطينية، لأن هذه العلوم خصصت لدراسة النخب التي تعمل في مستقلة، بخلاف النخبة الفلسطينية التي نشأت في ظل الاستعمار. إذا امتازت النخبة الفلسطينية المعاصرة في أنها نشأت في ظل الاحتلال البريطاني والمشروع الاستيطاني الصهيوني، فكانت الأولويات الوطنية المتمثلة بالخلاص من الاستعمار هي الساحة التي تخلقت فيها، وبلورت فيها استراتيجياتها وأهدافها، ونسجت خطابها، واختارت أدواتها، وأدارت فيها صراعها الداخلي. ثم إنها تعرضت في مسارها التاريخي إلى تحولات كبرى، فأنهت النكبة مثلا سنة 48 وجودها، ثم عيد تشكلها في الشتات، ثم صعدت نتائج حرب عام 1967 نخبة فلسطينية جديدة تولت قيادة الحركة الوطنية في أماكن تواجد الفلسطينيين المختلفين. الآن هاي النخبة اللي صعدت بعد 67 هي التي قامت بالتوقيع على اتفاق أوسلو اللي بنركز عليه احنا في هاي الورقة، وتبلورت على ضوء ذلك مصادر بعد توقيع اتفاق أوسلو، تبلورت مصادر جديدة لتوليد النخبة ولشرعيتها، ودخلت النخبة الفلسطينية في مرحلة جديدة
امتازت بتحولات في موقفها السياسي وفي تعريفها للمشروع الوطني وفي رؤيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأصبحت بعد أوسلو أصبحت مؤسسات السلطة الفلسطينية مجال تنافس حاد بين أفراد النخبة، وتعززت مكانة نخب جديدة من خارج المؤسسة الرسمية ومعارضة لها. لأن العنوان الثالث التحولات أو تحولات النخبة السياسية، عفوا تحولات النخبة الفلسطينية في أوسلو وما بعدها. استحوذ هذا العنوان الحقيقة على القسم الأكبر من الورقة، وقسمت هذا العنوان إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى تمتد من 1994 ل 2004، والمرحلة الثانية تمتد من 2005 ل 2021. وتناولت في كل مرحلة سمات النخبة وأبرز تحدياتها وأهم الأحداث التي تأثرت بها وأثرت فيها. لابد طبعا بداية من الإشارة إلى أن اتفاق أوسلو وتطبيقاته مساء بنية النخبة الفلسطينية الحقيقة وأهدافها وتطلعاتها وخطابها وآليات اكتسابها الشرعية وحدود استجاباتها للتحديات. وكان توقيع اتفاق أوسلو إعلان عن انكفاء النخبة الفلسطينية عن دورها التاريخي باعتبارها جزءا أصيلا من حركة تحرر وطني تواجه استعمارا استيطانيا إحلاليا، وقبولها العمل ضمن مشروع سياسي يلعب الاحتلال دورا مركزيا في ضبط إيقاعه. الآن نبدأ بالمرحلة الأولى. حقيقة المرحلة الأولى امتازت بصعود النخبة المقيمة في الأرض المحتلة وتهميش نخبة الشتات، وبتأثر النخبة بقوة السلطة الفلسطينية وبهيمنة خطاب بناء الدولة ومؤسساتها وظهور آليات جديدة لتوليد النخبة وتراجع قطاعات كان لها دور في توليد النخبة في مراحل سابقة، مثل مثلا قطاعات الطلاب والنساء والعمال والنقابات والاتحادات. تشكلت النخبة الفلسطينية عشية إنشاء السلطة الفلسطينية من نخبة منظمة التحرير، نخبة العهدين المصري والأردني، نخبة المنظمات الأهلية، ونخبة القيادات الميدانية الشابة، وقيادات وكوادر فصائل أساسية معارضة في منظمة التحرير. وقد تكونت النخبة السياسية على سبيل المثال وفق بعض المخصصين، هذه النخبة السياسية تكونت بعد أوسلو من مؤسسة الرئاسة، مجلس الوزراء، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقيادة الأحزاب السياسية، ورئاسة المجلس التشريعي، ومجلس ورئاسة المجلس الوطني، وبعض المحافظين ورؤساء البلديات والمستشارين، ومعظم مسؤولي الأجهزة المركزية والسلطة والمؤسسات العامة، محدود من الشكل المستقلة التي تستمد مكانتها السياسية من تاريخها السياسي وموقعها في مؤسسات غير حكومية. الحقيقة أنه نخبة أوسلو استندت في تدعيم موقعها على الموقع التنظيمي والعائلي العشائري والمؤهل العلمي وخبرة بعضها في مجال تعزيز موارد السلطة. في هاي المرحلة، لمرحلة أوسلو، تشكلت نخبة اقتصادية جديدة تمثلت في مجموعة الأفراد الذين يحتلون مواقع مؤثرة في الاقتصاد، سواء يعني بالقطاعين العام أو الخاص. وفي هذه المرحلة لوحظ ظهور التزاوج بين شريحة من النخب السياسية وشريحة من النخب الاقتصادية، فأصبح واردا أن يكون شخص معين في منصب سياسي يتولى ابنه موقع رجل أعمال على سبيل المثال. كما بنيت علاقة بين الأجهزة الأمنية ونخب الاحتكارات التي تعمل في القطاع العام، وبعضها طبعا يعمل في القطاع الخاص. وظهرت في هذه المرحلة أيضا النخبة الفلسطينية المعولمة، ويقصد فيها تكوين اجتماعي محلي من منظمات أهلية يستند إلى أجندات اجتماعية واقتصادية غربية. في هذه المرحلة أيضا صعدت نخبة جديدة اللي أنا أسميتها نخبة المقاومة، وهي من ذات الأصول الاجتماعية لباقي النخب، لكن ميزتها أنها تتبنى المقاومة المسلحة وسيلة لطرد الاحتلال، وتراكم قدراتها القتالية، وتستمر في نشاطها الميداني عبر المواجهة المسلحة والحرب الاستخباراتية والإعلامية ضد الاحتلال. هذه النخبة توسع نفوذها مع تصدرها للمعارضة بعد توقيع اتفاق أوسلو. الآن بشكل عام النخبة السياسية الفلسطينية في هذه المرحلة من سماتها أنها تعود في أصولها إلى الطبقة بين قوسين، الطبقة الوسطى أو الكادحة، ومن ذوي التعليم الجامعي. وأيضا من سمات النخبة السياسية الفلسطينية في هذه المرحلة أنها تجمع بين أكثر من موقع في المؤسسات السياسية وغير السياسية،
وأنها على رأس هذه المؤسسات، وهي ثابتة في مواقعها القيادية في تنظيماتها، وأغلبها موجود في هذه المواقع منذ عبر استغلال تحكمها بموارد التنظيم وآليات صنع القرار فيه، وهي نخبة منسجمة إلى حد كبير مع الاستراتيجية العامة لرأس النظام وسياساته. ومن سماتها أيضا التوتر في علاقاتها البينية وميلها إلى ممارسة القمع والإقصاء وطغيان الشك والارتياب وقلة التسامح، سواء في تعاملها مع بعضها أو في تعاملها مع الجمهور. طبعا في هذه المرحلة حدثت عدة أحداث أثرت على هذه النخبة وهي أثرت فيها أيضا، منها الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 96، ومنها أيضا الانتفاضة الثانية التي يعني أحدثت تغيرا في واقع النخبة بعد أوسلو، إذ أنها بثت روحا جديدة في الشرعية الكفاحية وعادت الاعتبار للنضال والانصراط فيه باعتباره مولدا للنخبة ومعززا لها. الآن المرحلة الثانية وبشكل سريع، هاي المرحلة الثانية امتازت بأنه تبدلت أدوار النخبة. النخبة المعارضة أصبحت حاكمة، والنخبة الحاكمة أصبحت معارضة، طبعا كنتيجة لانتخابات 2006. وأيضا تعززت الخلافات داخل النخبة، ليس فقط بين نخبتي حماس وفتح، وإنما أيضا داخل الحركات والأحزاب السياسية الكبرى. تحديدا ممكن نحكي عن حركة فتح اللي شهدت انقسامات حادة تجسدت في حالات التجميد والطرد في صفوفها القيادية. في هذه المرحلة الحقيقة تفاقمت أزمة نخبة السلطة، بعد ما أن السلطة أصبحت بلا مقولة سياسية وبلا وعد سياسي بالتحول إلى دولة، ولم يعد بمقدورها القيام بوظيفتها الاجتماعية، وتعزز توجهها للاعتماد على الأمن واستدعاء العامل الخارجي ليكون شرطها لتثبيت الذات. طبعا في هذه المرحلة تصاعدت مظاهر الفساد النخبة الحقيقة، بعد تعطيل المجلس التشريعي وبعد استحواذ السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وتركيز الحكم في عدد محدود جدا من الأفراد. وفي هذه المرحلة صار في تهميش لقطاعات من النخبة، كما حدث مع أعضاء المجلسين الوطني والمركزي. وطبعا في هاي المرحلة الحقيقة تصاعد نفوذ نخبة المقاومة، خصوصا نخبة حماس، بعد اللي عززت مواقعها منذ الانتفاضة الثانية وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005، وحصولها على شرعية صندوق الاقتراع عام 2006، وتشكيلها للحكومتين العاشرة والحادي عشرة، وطبعا صمودها في المواجهة المباشرة مع الاحتلال، والتبادل المواقع القيادية الأولى صحيح حدث في هذه المرحلة، وضخ دماء جديدة في مؤسساتها الرئيسة، سيما في رئاسة المكتب السياسي وعضويته. في هاي المرحلة الحقيقة نخبة المقاومة كم معي من الوقت؟ دقيقتين. طيب في دقيقتين أنا سأحكي الشيء الأساسي من الموضوع، أنه النخبة الفلسطينية الحقيقة أصبحت تحديداً في الضفة الغربية مرتهنة لسياسات الاحتلال، وصار في عندنا كما تشاهدون انسداد في أفق المصالحة الداخلية وانعدام الأمل في إعادة إحياء الأجسام الوطنية الجامعة، وعدم القدرة على بلورة أجسام جديدة، وعجز نخبة المقاومة عن استثمار صمودها العسكري سياسياً وخدماتياً. طبعاً هاي أزمة صارت يعني مركبة، ولا شك والحال كذلك أننا أمام مشهد مستعصٍ على الحل بالكامل، ومع ذلك لابد آخر سطرين، ومع ذلك لابد من لفت الانتباه إلى أن سيولة المشهدين الإقليمي والدولي يبعثان على بعض التفاؤل، وأي زحزحة مستقبلية في الواقع الحالي قد تفضي إلى
انفراجا. والمطلوب من النخب الحية خصوصا نخبة المقاومة البقاء في خندق الصمود وعدم التعاطي مع دعوات تقديم تنازلات تمس الثوابت لتحصيل رضا قوى محلية مرتهنة للاحتلال أو نيل القبول الرسمي من الإقليم أو من الدول الكبرى. وعليها على نخبة المقاومة زيادة التقارب مع القوى المبدئية في الساحة الفلسطينية وبذل المزيد من الجهد لتفعيل نخبة الشتات. وشكراً.